السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة سالم سعد. اليوم سوف نتعلم طريقة تنزيل لايبر أوفيس الذي يحتوي على برامج تساعدنا من تحرير النصوص وتحرير الرسوم البيانية وتكوين معادلات أيضا أي شبيهة بمايكروسوفت وورد. كل ما يتطلبه هنا معرفة أسامي البرامج باللغة الإنجليزية لنقوم بالتنزيل، وهنا سوف نستخدم فقط التيرمينال أو سطر الأوامر. باعتماد تكون الحلقة مطولة لتنزيلها اللايبر أوفيس، نقوم بكتابة سودو أولا سودو APT، نقوم بحذف الريموف وننصح من هنا من أن تقوم بتنزيل البرنامج ذاتيا أو مع نفسك بعد انتهاء الحلقة لكي تتعلم أكثر وتبني لك المهارة. نقوم بكتابة انستال، نقوم بالنقر على انتر، ثم نقوم بكتابة الباسورد. هنا الباسورد خطأ، سوف نقوم بكتابة مرة أخرى. الآن الباسورد صحيح. الآن بعد أن قم بتنزيل لايبر أوفيس وجميع الحزم، نقوم بعملية ونقوم بعمل لوكيت لايبر أوفيس ونقوم باستخدام كريب الذي تعلمناه في حلقة سابقة، ونقوم في البحث عن الحزم .dep. وانا ايضا سوف يظهر لنا خطأ، لم نعثر على البرنامج. لماذا؟ لان نحن كتبنا الاسم خطأ. نعود الى الامر بالسهم الاعلى المتواجد في لوحة المفاتيح ونكتب dep enter. هنا لنتوجه الى هذا المسار يجب علينا ان نذهب الى عروض، لان نحن الان كما نعلم متواجدين في الهوم سلمسات، والنقطتين لنخرج من السلمسات والنقطتين من الهوم نذهب الى العروض او الاستاش والمتشاهدون. الان نقوم بعمليه كثير، نقوم بتكرار الامر لوكي كي يتضح لنا، وثم نقوم بعمل سيدي نذهب الى هذا المسار الذي قمنا بنفسه، نقوم بعمل باص وثم انتر. الان قمنا بالذهاب اليه، ثم نقوم باخذ هذه الحزمه الرايت او برنامج الرايت المشابه للوورد، نقوم بنقلها الى السيكتور سي بي، نقوم بكتابه وثم باص وثم هوم سنوسات في سيكتور او اسم الجوزر. الآن قمنا بنا. الآن سوف نتعلم طريقة أخرى لنقل برنامج آخر، وأنصحكم بعد هذا البرنامجين أن نقل البرامج الأخرى أو بمعرفة. نقوم بنقل برنامج ما، وهنا سوف يواجهنا أيضا خطأ، وأنصحكم أن تطبقوا هذا الخطأ لكي تتعلم. أيضا نقوم بعمل باس، وهنا انتر. لا يوجد برنامج باسم ما، لماذا؟ لأن الحرف الأول كبير أو كبير. هنا الام، نقوم بتكراره بحرف اصمو أو صغير ما. كما تشاهدون هذه هي الحزمة، نتوجه إلى دي بي هذه الحزمة ونقوم بنقلها إلى التسكتوب. فقط لنأخذ الاسم كاملا. الآن كوبي نعملها أو نسخ، ثم نقوم بكتابة سي بي وثم الوصف هوم سامر أو اسم اليوزر الخاص بك، وثم نقوم بكتابة التسكتوب وثم انتر. الآن قام بنا لنشاهد ونتأكد. الآن كما تشاهدون هذه هو الرايت، نقوم بفتح الهزمة وثم نذهب إلى اليوزر وثم نذهب إلى الشير وثم نذهب إلى applications وثم نذهب إلى لايبر أوفيس رايت أو رايتر ديسكتوب. نقوم بنقل إلى صفحة المكتب. الآن كما تشاهدون هذا هو الملف، تم نقله، هذا هو الملف كما تشاهدون. الآن نقوم بنقل اسم حزمة ما، نذهب إلى اليوزر أيضا ونذهب إلى الشير وابليكيشنز ونقوم بالنقل الماث أيضا إلى الديسكتوب. الآن كما تشاهدون قمنا بنا، هذا هو الماث وهذه هي الحزمة. وهنا الآن لنتعلم الطريقة البسيطة أو السهلة بعد طريقة طويلة، نذهب فقط إلى الابليكيشن بعد أن قمنا بتنزيل الحزمة كاملة، نقوم بكتابة لايبر أوفيس. كما تشاهدون هذه هي الحزمة كاملة، أي لا يحتاج إلى هذا، ولكن نحن نفضل دائما في الترمينال تقوم لبناء المهارات والقدرة. ومع السلامة، كان معكم سالم سعد.